حبل قصير. ترفض بسمة الاستجابة لنداء دحومي بعد أن كذب عليها أكثر من مرة، لتكتشف في أحد المرات أنه كان في ورطة بالفعل. ترى هل سيتعلم دحومي من درسه؟ ابقوا معنا لمعرفة بقية القصة مع بسمة ودحومي. الراعي الكذاب. هيا يا رجال، هيا لنساعده، أسرعوا يا رجال. هل صدقتم؟ هيا لنعود إلى العمل. إنه يسخر منا. ما بكم؟ أنا أمزح فقط. وبقي الراعي على هذه الحال يكذب على أهل القرية ويستنجد بهم، ثم يتضح لهم أنه يكذب عليهم، أو كما يقول يمزح معهم. ولكن هذا لن يدوم طويلا. كان لدي 5 خراف، 5 خراف، ذهب واحد، صارت 4، صارت 4. ماذا؟ يا إلهي، أغنامي، الحقوني، الذئب سيلتهم أغنامي. لن يصدقك أحد هذه المرة. أنا آسف حقا. لا عليك، ما قال بالحلوى سأسامحك بلا شك. الحمد لله. وأنتم، هل سبق لكم أن كذبتم على أحد من باب المزاح؟ شاركونا يا أصدقائي ما حدث معكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيستون على اليوتيوب لمشاهدة الحلقات التالية من مغامرات بسمة ودحومي.